بسم الله الرحمن الرحيم. سعدت الان ان التقي باحد الاخوه الكرام لي سمو الكريم سالم اليحيائي بركه. نعم الخير قسم المسارات والتحدي. ما شاء الله. ما ابرز البرامج التي يقدمها هذا الفريق؟ والله فريق جديد الحين منتشر. نعم في الولايه والحمد لله على كل حال. جميل. ما هي رسالتكم انتم تشاركون في برنامج وادي رقمي او مسير وادي رقمي؟ والله بكل شروق. نعم. وطمأنينة ونحث الشباب على المشاركات. نعم. في مثل هذه المسيرات. نعم. الطيبة. ما الذي يميز برنامج اليوم؟ والله التعرف المسار والمنطقة والشباب. نعم. نلتقي بهم دائما. نعم ما شاء الله. سنة مرة أو مرتين. ما شاء الله جميل. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. تعرف الناس. ومن ضمنهم أنت الدكتور. مكارم أخلاقك الله يحفظك. رسالة عليك. تحب أن توجهها. ما هي رسالتك؟ رسالتي الممارسة في الرياضة أهم من كل حاجة. بارك الله فيك، جزاك الله، سعدت بالحديث إليك، وفقك الله.